إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فاعلموا أنكم محاسبون وعن أعمالكم مجزيون، وبين يدي الله واقفون في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عباد الله، ها أنتم في شهر رمضان المبارك قد أظلكم ودخل عليكم، فماذا قدمتم ليوم المعاد والوقوف بين يدي رب العباد سبحانه وتعالى؟ هل حققتم الصيام؟ هل أقمتم القيام؟ هل زاد ورد القرآن؟ فلينظر المرء في نفسه وليحاسبها قبل أن ينتهي هذا الشهر المبارك، وليس له بعد ذلك إلا التحسر. عباد الله، إن شهر رمضان شهر الحسنات والدرجات، فعلى المسلم أن يغتنم جميع أوقات هذا الشهر بالأعمال الصالحات، فإن أيام النفحات التي أودعها الله سبحانه وتعالى في الأزمنة الفاضلة إذا ذهبت لا تعود. عباد الله، وإن من أجل الأعمال وأعظم القربات وأفضل الطاعات التي تُفعل في هذا الشهر المبارك الجهد والكرم والبذل والعطاء والإحسان إلى الخلق، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح كان أجود الناس بالخير، وكان أجود الناس في رمضان أجود من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. فهذا الشهر المبارك شهر الجود والكرم والبذل والعطاء، فعلينا يا عباد الله أن نكثر من العطاء والصدقة وننوع من النفقة في هذا الشهر المبارك. واعلم يا عبد الله أن فضل الصدقة عظيم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والصدقة برهان. نعم يا عباد الله، إن الصدقة برهان، أي أنها برهان على صدق الإيمان وصدق الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وذلك لأن النفوس متشوفة إلى الأموال وشحيحة في إخراجها، فإذا أخرجها المرء طيب نفس فهذا دليل على إيمانه بالله سبحانه وتعالى، وبرهان على صدقه مع ربه سبحانه وتعالى. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، أي برهان على صدق إيمان العبد. وقد جاء في القرآن والسنة من فضائل الصدقة والإنفاق ما يضيق المقام لذكره، فنذكر شيئا منه تذكرة وموعظة. فقد قال الله سبحانه وتعالى عن المنفقين في سبيل الله، قال سبحانه وتعالى في صفات المتقين: ذاكرا أولهم المتقين، قال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. فذكر الله عز وجل في أول صفات المتقين الموعودون بجنات النعيم الذين ينفقون في السراء والضراء.
والله سبحانه وتعالى يضاعف الصدقة، كما قال سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. وهذا من مضاعفة الله عز وجل للصدقة وإن كانت قليلة. والمتصدق يا عباد الله في ظل الرحمن يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجل تصدق بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله، والمؤمن في ظل صدقته كما قال صلى الله عليه وسلم. والمتصدق يا عباد الله موعود من الله سبحانه وتعالى أن يخلف عليه، والخلف من الله عز وجل أعظم من إنفاق العبد. قال سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الحديث القدسي: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. وفي كل صباح يقول ملكان: اللهم أعطِ منفقًا خلفًا وأعطِ ممسكًا تلفًا. والصدقة يا عباد الله سببٌ لتكفير الذنوب ومحو الخطايا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فالصدقة يا عباد الله فضلها عند الله عظيم وأجرها كبير، وأنتم في شهر الجود والكرم والبذل والعطاء، فأروا الله عز وجل من أنفسكم خيرا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فإن وسائل الإنفاق كثيرةٌ جدًّا، منها ما ذكره الله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. وهذا في الصدقة الواجبة والصدقة المستحبة. ومن وسائل الإنفاق خاصةً يا عباد الله في مثل هذا الشهر المبارك التنفيس عن المعسرين، فالتنفيس عن المعسرين من أعظم الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة، من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. ومن نفس عن معسر نفس الله عنه يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فالتنفيس عن المعسرين يا عباد الله
من أعظم الأعمال وأجل القربات عند الله سبحانه وتعالى. ومن وسائل الإنفاق يا عباد الله في هذا الشهر المبارك تفطير الصائمين وتسحير المؤمنين، وكل ذلك من وسائل الإنفاق في سبيل الله. ومن وسائل الإنفاق وهو من أهمها وأعظمها تفقد المحتاجين من الأقارب والأهل، فإنهم أولى بالنفقة وهم أولى بالصدقة. فبعض الناس يا عباد الله قد ينفق على البعيد ويترك القريب، والصدقة على القريب المحتاج أولى وأعظم عند الله سبحانه وتعالى. عباد الله، وإن مما تبرأ به الذمة ويحصل به المراد ويتحقق به المقصود التبرع في المنصات الحكومية المعتمدة كمنصة إحسان وغيرها من المنصات الحكومية المعتمدة، فبها تبرأ الذمة ويحصل المراد والمقصود. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وآمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ول عليهم خيارهم، واكفهم شر شرارهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.